بداية نحن نعرف العلاقة التاريخية بين فرنسا وأرمينيا، وأيضا العداء الكبير لتركيا. هلا إذا نظرنا إلى الحل في أرتساخ، نرى أن الوضع كان سيئا لأرمينيا، يعني فرنسا تدخل على الخط لمحاولة تخفيف من الخسارة الأرمينية في هذه الحرب. يعني أرمينيا خسرت العديد من ما حصلت عليه في حرب الـ94، ويعتبر الاتفاق الذي حصل برعاية روسية خسارة مذلة لأرمينيا، وحتى أنه لم يتم عرضه على التلفاز الأرميني. فموقف فرنسا هو فقط لمحاولة إعطاء القليل من الزخم إلى أرمينيا، أو يعني حفظ ماء الوجه. وطبعا هذه إذا أردنا أن نرى دلالات فرنسا، لأن أصلا باريس دائما أعربت أن لا رغبة لديها في خوض معارك في منطقة لا تنتمي إلى مجالها الجيوستراتيجي. لذلك لكن دلالات هذه أن فرنسا تريد وقف أو كبح جماح تركيا، أو النصر الذي تحقق لتركيا من خلال النصر الذي حصل لأذربيجان. طيب دكتور أحمد، يعني على الرغم من حديثكم عن العلاقات الودية التي تربط باريس بأرمينيا، ولكن لم نشهد يعني موقف جاد من قبل باريس فيما يخص النزاع الحاصل في إقليم أرتساخ بين أرمينيا وأذربيجان، والتدخل المباشر الذي كان حاصلا من قبل النظام التركي. هلا بس اسمح لي واصلح انه هي منا علاقات وديه، هي علاقات تاريخيه مع ارمينيا، في علاقات قويه جدا، ونحن اصلا في جاليه ارمينيه تفوق ال 700 الف في عايشه بفرنسا، يعني في علاقات قويه، لكن لم تتدخل. مثل ما قلت لك بنهايه الجواب انه اصلا فرنسا لا رغبه لديها في دخول هذه الحرب، لان انت في عندك يعني هون منطقه هي اذا بدنا نقول نفوذ تركي ايراني روسي، وهول هالعناصر ما راح يسمحوا لدخول فرنسا. فرنسا ما بدها تفوت اول شيء، بدها تفوت يمكن كان عندها راح يكون عندها اصطدام بالجانب الايراني والروسي، وهذا ما لا تريده فرنسا الان، وخاصه انها تلعب دور مميز من خلال اعاده احياء المفاوضات الايرانيه الامريكيه. فنأت فرنسا عن نفسها في هذا الموضوع بالذات، لانها تدري ان دخولها سوف يعقر صفو كما قلت لك العلاقات الدوليه. فكان غير مستغرب يعني انه فرنسا ان لا تتدخل، لكن هون نحب ان نشير يعني يمكن في هذه الحرب العلاقات الارمينيه الروسيه هنا هو كانت موضع شك. نعم. يعني نعرف ان بين روسيا وارمينيا على اتفاقيه دفاع مشتركه، ولكن لم تفعل في هذه الحرب. يعني اعتقد ان هذا الحرب بين ارمينيا واذربيجان كانت هي حروب اذرع دوليه على الارض ارتساخ. يعني ربما باريس تحاول من خلال الطرق الدبلوماسية والسياسية الضغط أكثر وأكثر على النظام التركي. يعني منذ يومين تابعنا بأن باريس يعني حضرت حركة الذئاب الرمادية التركية في فرنسا على خلفية إساءتهم لنصب تذكاري للإبادة الأرمنية، وهاليوم نشاهد الدعوات الفرنسية للاعتراف بإقليم أرتساخ. يعني هذا تضييق الخناق على النظام التركي ونشاطاته المزعزعة للاستقرار، إلى أين سيقودنا في نهاية المطاف دكتور أحمد؟ أنا أستطيع أن أؤكد لك أنها بعد 20 كانون الثاني استلام بايدن للرئاسة في أمريكا سوف نشهد تضييق أو ضغط فرنسي كبير على تركيا، لأننا ندري أن بايدن ليس من محبذي العروض التي يقوم بها الرئيس التركي أردوغان، وأعتقد أن هناك توافق دولي أن هذا الدور يجب أن يحجم، إن لن نقول أن ينتهي في المنطقة، لأن من وجهة نظرهم لم يأتي هذا الدور إلا بالويلات والحروب والمآسي على دول الشرق الأوسط. نعم. فأعتقد أن من أمريكا إلى روسيا إلى العديد من الدول سوف تقف أمام الأحلام التركية، وأعتقد أمريكا لن تكون مباشرة بل من خلال فرنسا، يعني فرنسا رح تلعب دور الضغط على تركيا بضوء أخضر أمريكي، مثل ما حصل عندنا بلبنان. يعني كمان فرنسا عم تاخذ دور بلبنان من خلال ضوء أخضر أمريكي.
أنا أعتقد في شباط أو دار سوف تستعر المواجهة التركية الفرنسية. وهون يعني رح نشوف كثير خطوات قاسية نحو تركيا. يعني ترامب يمكن كان هو الوحيد الذي يدافع عن الرئيس التركي، الآن بوجود بايدن وبوجود رغبة بوقف هذا الدور سوف نرى العديد من الضغوطات الكبيرة على الأحلام التركية في التوسع في الشرق الأوسط. الدكتور أحمد الزين الكاتب والمحلل السياسي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت.